السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة. مرحبا بالناس الجدد اللي انضموا أيضا للقناة. شكرا للانضمام ديالكم وعلى ثقتكم فيا وفي وصفاتي، وكنشكر كذلك المتابعين الأوفياء اللي ما تيبخلوش عليا بتعليقاتهم وبتشجيعاتهم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هاد دواز أتاي أو لا حلوة لشرب الشاي، كتجي سهلة على بركة الله. بالنسبة للمقادير غنحتاجو هنا هاد الفلون بنكهة الكراميل، هذا تيوزن 50 غرام، حيت كتكون فيه واحد النسبه ديال السكر. الا غادي تخدموا بداك الفلون ديك الساشيه اللي كتكون صغيره، بالنسبه للسكر غادي تزيدوا الكميه. هنا عندي نص كاس ديال السكر وربع كاس ديال الزيت وبيضه واحده، وعندي 100 غرام ديال الزبده، والدقيق تيبقى على حسب الخليط. وبالنسبه لواحد الخنيشه ديال الفاني للتنسيم، واخا عندنا الفلون ديال الكراميل كنضيفوا ديك النكهه ديال الفاني. بالنسبه للزبده هنا عندي زبده من النوعيه الجيده، يعني زبده حيوانيه. الا كنتو غادي تغيروها وتخدموا بالزبده ديال العلبه، يعني راه ممكن انكم تخدموا بها، غير الاختلاف تيكون في المذاق وصافي. يعني بالنسبه للزبده ديال العبار راه كتكون البنه ديالها احسن. هنا كندمجوا الزبده مع السكر والفاني، كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى كتذوب هذيك الزبده مع السكر سنيده، عاد كندوزوا نكملوا المقادير الاخرى. من بعد كنضيفوا ربع كاس ديال الزيت النباتيه، وكندمجوا الخليط ديالنا مزيان حتى كتنسجم لينا هذيك الزيت مع الزبده، عاد كنضيفوا البيضه وكندمجوا الخليط ديالنا عاوتاني حتى كينسجموا مع بعضياتهم. اخر حاجه كنضيفوها قبل ما كنضيفو الدقيق هي الفلون ديال اللي بالنكهه ديال الكراميل. كيف ما ذكرت لكم من قبل باللي هاد الفلون اللي تيكون في الساشيه الكبيره، يعني كتكون فيه واحد النسبه ديال السكر. الا غادي تستعملوا الفلون اللي كتكون في الخنيشه الصغيره اللي تيكون غير صغير ما تيكونش كبير، هذاك راه ما كيكونش فيه السكر. يعني بالنسبه للوصفه اللي خدمت معكم درت نص كاس ديال السكر، غادي تعوضوها وغادي ديروا كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للدقيق يكون مغربل من قبل، كنضيفوا كميه بكميه وكندمجوا الخليط ديالنا، كنخدموا غير بالاطراف ديال الاصابع، ما كندلكوش العجينه ديالنا باش ما تشربش لينا كميه كثيره ديال الدقيق وتجينا الحلوه قاصحه ملي طيب في الفران. يعني كنخدموها بالاطراف الاصابع باش كتاخذ لينا الكميه ديال الدقيق اللي محتاجه، وملي كنخدموها باش كتخرج لينا الحلوه ديالنا هشيشه. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه بالنسبه للعجين، يعني العجينه ديالنا ما كتكونش قاصحه بزاف وفي نفس الوقت ما كتكونش رطبه بزاف، يعني كنقدروا اننا نتحكموا فيها. وملي يعني ما كتكونش كتلصق في اليدين ملي كنضغطوا عليها، كيف ما كتشوفوا كتكون رطبه باش الحلوه ديالنا كتخرج هشيشه. كندوزو باش نشكلو الحلوه ديالنا، كناخدو لاطا اللي غادخل الفرن، اما كنفرشوها بالبابي كويسون اولا كندهنوها بشويه ديال الزيت. واخا هي صراحه ما تحتاج انكم تدهنوها بحكم الحلوه فيها الزبده، يعني ما غاديش تلصق لكم. هنا انا عندي هاد السيلباط يعني ديجا اللي كنطيب فيه في الفران، يعني كناخذ واحد الكويره وكنكورها ما بين يديا وكنضغط عليها بحال كنبسطها كيف ما كتشوفوا راه واضح في الفيديو، وكنحطهم في اللاطه عاد باش غادي ندوز من بعد باش نرشمهم.
الا بغيتوا الحبات ديالكم يجيو كاملين متساويين، يعني كل حبه غادي توزنوا فيها 25 غرام باش يجيوكم تقاده واحده. ولا بغيتوا يعني الا عندكم العبار ديالكم في يديكم راه غادي ديروهم قد قد، ما كيجيوش كبار بزاف وما كيجيوش نفس الوقت صغار. اختاريت نخدم بهذا المرشم اللي فيه جوج جوايه، واحد الشكل ديال الشهدة وهذا الشكل اللي غادي نخدم معكم اليوم. يعني هاد المراشم راهم متوفرين في الاسواق تيديروا تقريبا 3 ديال الدراهم. كنضغط ضروري ما كندوزها هو الاول في الدقيق باش ما كتلصقش ليا في العجينه، وكنضغط غير بشويه حتى كتطبع لي ديك الرشمه، وكنهز يديا. الا جاب الله وحلت لكم راه غير كضربوها في الجنب وراه كتحيد. حاولوا انكم تخدموا بشويه، ولا ما توفرش عندكم هذا المرشم وبغيتوا تخدموا بشي مرشم اخر راه ممكن. في هذا الاثناء شعلت الفران ديالي على 160 درجه بالنسبه للفرن الكهربائي. الا غطيبوهم في الفرن ديال الغاز يعني كتخدموا الحراره تكون متوسطه، كتدخلوا اللاطه ديالكم حتى كيطيب من الاسفل وكياخذ الوقت الكافي ديالو في الطياب، ما تجهدوش عليها العافيه باش كطيب لكم الحلوه من الداخل وكتجي هشيشه وكامله طايبه ومحمره واخده لون واحد. هذا هو الشكل النهائي ديالها ملي خرجت من الفرن، يعني كتجي محمره وفي نفس الوقت واخده الوقت ديالها في الطياب. كنخليوها حتى كتبرد وكناخذوا شويه ديال السكر كلاصي وكندردروه عليها من الفوق. بالنسبه للتزيين يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار، ممكن الا بغيتوا تضيفوا ليها الشوكولاط يعني تغطسوا النصف ديالها في الشوكولاط حتى هي كتجي زوينه. يعني حاولت نقتصر لكم غير على تزيين بسيط. بالنسبه اللي كتبغي تعطي لوليداتها شي حاجه اللي تكون صحيه وما فيهاش الحلاوه بزاف راه هاد الشكل هذا راه كيكون زوين. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج اللي كيتعم الفائده، ودعموني بتشجيعاتكم وبالتعليقات ديالكم. واللي جربت الوصفه تخلي لي السكرين تصيفطوا ليا على الباج ديالي انستغرام حلويات بريستيج، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف.